برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور رضا فرحات. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور رضا. اهلا وسهلا. اهلا بك. خليني بس ابدا مع حضرتك واقول لك انه الهيئه الوطنيه للانتخابات النهارده اعلنت قبول لاوراق المرشح الرئاسي فريد زهران، وكمان مرشح رئاسي النهارده المحتمل حازم عمر انتهى من الكشف الطبي بمستشفى العاصمه الاداريه. شايف التنوع ازاي في المرشحين؟ والله الانتخابات الرئاسية المرة دي فيها حالة من الزخم، وأنا شايف أن تعدد المرشحين ده شيء مفيد. أي الحياة السياسية أصلا بصفة عامة. نعم. ومفيد لشكل الانتخابات الرئاسية داخليا وأمام العالم. المرشحين جميعهم، حتى منهم من ينتمي للحركة المدنية، نعم، ومنهم من كان في أحزاب اللي ليها تواجد في مجلس النواب بكثافة، اللي هو أستاذ حازم عمر. هذا التنوع. دكتور فريد زهران كمان خد توكيلات من البرلمان. هل ده بيعبر عن شكل البرلمان المصري، في أنه أيضا البرلمان المصري يوجد فيه تنوع؟ البرلمان بطبيعته في تنوع، يعني خلي بالك، يعني منذ بداية 2013 و14 لما بدأ الشكل الدولة بهذا الشكل بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو لم يتخذ حزب سياسي يكون حزبه أو والدستور برضو يعني قال إن الرئيس ما يتولاش رئاسة أي حزب، بس هو ما كانش مقتنع اصلا ان يكون هناك ظهير سياسي حزبي. نعم. وانا برى من خلال، يعني ان انا برضو دارس للاستاذ العلوم السياسيه طبعا والكلام ده، ان الرئيس يجب ان يكون له ظهيرا شعبيا، ظهير شعبي وليس حزبي. ظهير شعبي متعدد متنوع في الصفوه، في النخبه، في المثقفين، في الفقراء، في طبقات الشعب المصري المتعددة، في الطبقة العاملة. أي يعني مصر أصلا فيها بطبيعتها في يعني على مدار حياتها السياسية فيها زخم في الحياة السياسية، وفيها تنوع، والناس عندها وعي سياسي. نعم. سيبك بقى يقول لك ده أمية وعدم ثقافة وعدم وعي لا، احنا شعبنا واعي، شعبنا مثقف جدا، شعبنا يعي من ينتخبه، شعبنا بيلتف دايما في الأزمات حول بلده. حول طبعا أولا مصلحة البلد، وخلينا ناخد يعني إلهام بسيط مما حدث في انتصارات أكتوبر. أي لما قامت حرب 73 والشعب التف، ما كانش فيه أي حاجة، أي أزمات، أي أزمة تمونية، أي حاجة. نعم. كمان السيد الرئيس في على مدار، أو أنا عايز أقول بقى المرشح. أيوه. المرشح عبد الفتاح السيسي. لأن طب فعلاً خليني أقول لحضرتك إن المرشح إنه أبناء الجالية المصرية بباريس أعلنوا تأييدهم للمرشح السيسي أمام القنصلية، وأيضاً أبناء الجالية من أمام القنصلية المصرية بميلانو يهتفون السيسي رئيسي. شايف، خليني نتكلم على الدعم من المصريين في الخارج الأول وبعدين نتكلم على الدعم الداخلي للمرشح. الجالية المصرية واعية جدا وفاهمة يعني إيه تواجدها مهم ومؤثر على السياسة الخارجية لمصر ودعم السياسة الخارجية لمصر وتواجد مصر في المحافل الدولية، وبنشوف ان في كل مناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيزور فيها اي بلد من البلدان كم الحشد، في عز الساعة وفي عز التلج والمطرة بيبقوا واقفين، وسيدات وشباب واطفال وكل التنوع اللي موجود في الطبقة العاملة في الخارج. برضو مصر ما بتنساش ابنائها المصريين في الخارج ابدا. بتحاول تقدم لهم الدعم. السيد الرئيس اهتم بيهم، الدستور اهتم بيهم وعمل لهم تواجد في مجلس النواب طبعًا. وده مهم جدا ان يكون في تمثيل للمصريين بيعبروا عن مطالبهم ومصالحهم.
يعني ده شكل طبيعي وامر طبيعي جدا. كمان عشان في تواجد لبعض الطيارات واهمهم طبعا يعني او اكثرهم محاولة خلق زخم جماعة الإخوان بتبقى موجودة بره، فمهم جدا إن احنا العالم يشعر أن جماعة الإخوان المسلمين أو التيارات اللي بتناهض أو بتعادي، هي بتعادي الدولة المصرية مش بتعادي الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي بتعادي الشعب المصري بصفة عامة. يعني أنا مش، أنا عايز أرجع ل 2011 و2013، بس خلينا نقفل، أنا مش عايز أرجع الحقيقة، لا عايز أحكي فيها حتة. ماشي، لا يعني نحكي فيها، مهم جدا الناس تفتكر طبعا هذا الموضوع. يعني طبعا فإحنا بنتكلم إن العالم الخارجي يرى أن الشعب المصري ليس ممثلا في مجموعة أو فئة لها أبواق أو لها قنوات بتحاول أنها تعرض أفكارها المتطرفة، بتحاول تبث الشائعات، بتحاول تشتت تفكير الشعب المصري، بتحاول تشكك في أي إنجاز بيتم. طبعا مفيش إنجاز بيتم أو مفيش أي بناء بيتم، قد يكون له مؤيدين وقد يكون له معارضين، ولكن نظر. مفيش لكن حد بيسعى للهدم. صحيح، هم بيسعوا للهدم طبعا، هم فعلا بيسعوا للهدم وبيسعوا للتأثير على الشعب المصري أن يشارك معهم في الهدم، وده أخطر حاجة. أيوه، إنك تهدم البلد بأبنائها. أيوه، فده طبعا قضية. وتواجد المصريين في الخارج أمام السفارات، أمام القنصليات، أمام مقرات البعثات، أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل ده بيبقى مهم جدا، بيدحض اي اكاذيب. نحاول نوصل رساله للبرلمان الاوروبي اللي عمال يتشدق يعني انا عايز ارجع بس يوم كده ورا واقول صحيح. البيان، انت مالك؟ ايوه، انت بتتدخل ليه في الشؤون الداخليه لمصر؟ مصر دوله ذات سياده مستقله، مصر دوله حره، مصر بتاخد قرارها من مؤسساتها الدستوريه اولا، ثم التنفيذيه الممثله في شخص الرئيس والحكومه. فانت جاي النهارده بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في حقوق انسان. حقوق الانسان ليست حقوقا سياسيه فقط، حقوق الانسان متعدده. احنا اول بلد بنراعي حقوق الانسان. النهارده كل البرامج الحمايه الاجتماعيه واللي اتقال في حكايه وطن على مدار 3 ايام، صحيح، كل برامج الحماية رايحة لفين؟ أيوة، حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في المسكن، حق الإنسان في أنه يجد وظيفة، حق الإنسان في أنه صحته، حق الإنسان في أنه يجد سرير، حق الإنسان في أنه مبادرات صحية ورئاسية كتير، حق الإنسان في طريق كويس بيمشي عليه، حق الإنسان في مية نقية، حق الإنسان في صرف صحي. كل البرلمان الأوروبي يرى بعين واحدة، هو شايف، أو قد يكون هو شايف أعمى الرؤية، هو بيتعامى، والله بيتعامى لأن لما يطلع بيان الاتحاد الأوروبي وراه تصريح لمدير صندوق النقد الدولي بالزبط، هو محاولة للتشكيك فيما تم من إنجاز في 9 سنوات اتقال جوه حكاية وطن على مدار حكاية وطن رؤية وإنجاز. نعم، 3 أيام سمعنا فيهم حقائق ولازم نسوقها ولازم نقولها طبعا، ولازم الشعب يعرفها طبعا ويعرفها ببساطة طبعا. يعني هي اتقالت في أوساط النخبة واتقالت من السادة الوزراء بعرض سليم، لكن احنا دورنا كأحزاب ودورنا كنخبة سياسية موجودة بتتعامل مع المجتمع، وخاصة في الفترة الحرجة اللي احنا فيها ده، جدا ان احنا نوصل للمواطن الفترة بتزداد هذا صعوبة، الإنجاز ما تم في 9 سنوات ببساطة. نعم، لما اقول له حياه كريمه، أيوة، مبادره حياه كريمه، مشروع القرن، لما اتعمل في الكره واتعمل في الكلام ده، كان تكلفته النهارده كان معطوط له تقديريه 3 مراحل 700 مليار، النهارده هيعدي تريليون واكثر. هذا بيحسن حياه 60 مليون حياه في القريه المصريه، ده انجاز. أيوة، واحد لمواطن جواه 22 مبادره رئاسيه، كوكتيل مبادرات محطوط جوه حياه كريمه. صحيح، تكافل صحيح، وكرامة، صحة، 100 مليون صحة، الفصول، كثافة الفصول، مجمع الخدمات الحكومية، مجمعات صناعية، ألياف ضوئية، خدمات هتتحط في القرى، القرى لم تشهدها، ما شهدتهاش من قبل. صحيح، وانا كنت يعني كنت محافظ للقليوبيه ومحافظه ريفيه. نعم، شفنا قد ايه القرى كانت محتاجه هذا الانجاز طبعا وهذا الكم طبعا، ان يلتفت ورد ويدحض اكاذيب من يرى ان الدوله متجهه للحضر، الدوله متجهه للعاصمه الاداريه، الدوله متجهه الى الطرق. لا، الدوله متجهه تشتغل بالتوازن أولويات على واولويات. ليه؟ لان انا ما اقدرش ادخل القرى من غير ما اكون مهدت الطرق الاساسيه اللي بتحيط بمحاور القرى، وابدا اربط القرى الطرق الداخليه. أيوة،
عشان لما اعمل جوه مجمعات صناعيه او اعمل خدمات تقدر أي. تمشي بسهوله وتقدر وسائل الانتاج وخدماتها والمنتجات نفسها نعم. اقدر انقلها للحضر. ما هو ده هيروح فين؟ نعم. لما اقدر اعمل مصانع، ما اقدر اعمل مساكن تستوعب العماله اللي هتبقى موجوده في المناطق الريفيه واعمل لهم جوه مبادره حياه كريمه سكن ملائم وسكن نعم. اسكان اجتماعي ليهم. فكل دي حاجات بتتعمل يعني مهم جدا احنا نلقي الضوء عليها. صحيح صحيح. طيب هرجع تاني لفكره الحياه السياسيه في مصر، وبرضه خلينا نقول للناس انه اكتمال وقبول اوراق دكتور فريد زهران، خليني اقول انه بيمثل، هو يساري، بيمثل لحد كبير اليسار المصري، وبكره عبد السند يمامه هيقدم اوراقه، هو وافدي. فبشمهندس حازم عمر ايضا عنده تركيبه من المؤيدين لي. شايف فكره احياء الحياه السياسيه بدأت تظهر في هذه الانتخابات؟ هرجع أقول برضو كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي نعم. في البيان اللي أعلن فيه ترشحه نعم. قال من ضمن الحاجات بتاعته تطوير الحياة السياسية أيوة. والحزبية في مصر نعم. وده مطلب لكل الأحزاب يعني مطلب لكل الأحزاب السياسية الموجودة أيوة. مطلب لكل من يعمل في السياسة. أوكي. فده لما يكون هو احد المرشحين الرئاسيين بيقول انا من ضمن اولوياتي في المرحله اللي جايه اعمل تطوير للحياه السياسيه والحزبيه نعم. الاقي معالي المستشار محمود فوزي رئيس الحمله الانتخابيه في المؤتمر الصحفي بيقول انا بدعو كل المصريين ايوه فرادة صحيح كل الاحزاب السياسيه صحيح تمد ايديها للحمله بتاعه السيد الرئيس. كل الاحزاب النهارده فيه وافدين راحوا قبلوا حماة الوطن، حماة وطن ومستقبل الوطن نعم. وعلى فكرة نعم. أنا حزبنا كمؤتمر مشارك مع حزب مستقبل الوطن في مجموعة أحزاب هايل لعم السيد الرئيس من حوالي شهرين هاي. شغالين في هذا الموضوع وشاركنا في أكتر من مؤتمر معه نعم. المشاركة تتكامل لما كل حزب يحط إمكانياته. ما في أحزاب عندها سعة وعندها من المقرات وعندها قدرة مفهوم. وفي أحزاب تقدر أنها تشارك بمناديب تتابع تقدر تحط تواجد في اللجان. أي حد يقدر يشارك في هذا الزخم السياسي. مؤتمر يتعمل الناس تحس أن في تحالف الأحزاب المصرية برضو الأحزاب الصغيرة مع أيوه. بعضها عاملين أيوه. تحالف ومنضم برضو مع مستقبل الوطن لدعم السيد الرئيس. مشهد امبارح المؤتمر الصحفي أيوه. وبقول في اتنين لفتوا نظري موجودين في الصف الأولاني الكنيسة نعم والأوقاف والأزهر التمثيل نعم التمثيل. هذا يدور على اللحمة السياسية نعم. على سجل شعبي المترابط ان احنا دايما في الازمات مفيش عندنا لا دواعي الفتن الطائفيه ودواعي التفرقه وحقوق الانسان ولا الاخوه الاقوات. بالعكس ليهم تمثيل في مجلس النواب وليهم تمثيل في المجالس المحليه في مشروع القانون الجديد اللي اتقال. فكره الحوار الوطني اللي تم الفتره اللي فاتت والناس تعرفت على اراء لناس كتير جدا سواء من النخبه وسواء من العموم المتحدثين اللي كانوا بيجوا يشاركوا نعم. مفيش حجر على رأي مفيش حاجة موجودة أيوة. كل ده عمل تمهيد أن يتواجد لدينا هذا التنوع في المرشحين الرئاسيين ما بين وفدي وما بين يساري وما بين الوفد تاريخ نعم طبعاً. طبعا وحزب من حزب شارك في الحكومة نعم. وعمل حكومة قبل كده وحزب عمل أول دستور أساس. دستور حزب طبعاً. الوفد تاريخ. خليني أقول لحضرتك أنه إيه بالفعل بدأت مش كانت لسه أو مش لسه هتبدأ، بدأت إشاعات وبدأت أكاذيب عن مصر. يعني هاخد بس العنوان بتاع البرلمان الأوروبي لكن هنطلق منه لفكرة زيادة بشكل غير طبيعي وهتزيد الفترة اللي جاية فكرة الإشاعات والأكاذيب. هل الشعب المصري مبدئيا يحترم من يستقوى بالخارج بشكل أو بآخر، سواء كان مرشح
من المرشحين أو اللي لسه هينضموا بشكل رسمي إذا جمعوا التوكيلات أو إذا جمعوا التزكية تأييدات من البرلمان؟ هل الشعب المصري بيحترم هذه النوعية من يستقوى بالخارج حتى في أحلق ظروفه الاقتصادية؟ تحليلك. إطلاقاً. إطلاقاً. المثل عندنا بيقول أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. أي. فأنا ده مثل أصلاً يعني أمثالنا دي يعني راسخة ودي قناعة جوه الوجدان. يعني أنا أبقى متخانق مع ابن عمي وأخويا واقفين ضد ابن عمي، بس لما يجي الغريب لا أنا هقف مع ابن عمي اللي أنا مش بتخانق معاه. هو ده نفسه يعني طول عمر الشعب المصري لا يحترم هذا الموضوع، من يستقوى بنرفضه كلنا جميعا أو يستدعي لا لا مين يستقوي بالخارج؟ والخارج عمل لنا إيه؟ خلينا نرجع نفتكر 2011 أي محاولات هدم الدولة المصرية، نعم، والتدريبات اللي خدوها بره والكلام اللي كان بره، نعم، وامريكا عملت ايه معانا في هذا الموضوع. ايوه. ولا احنا عندنا توازنات اولا كمان مع القوى السياسية الخارجية كلها، مع الدول الخارجية كلها، نعم، احنا متوازنين مع روسيا مع الصين، مواقفنا كلها حتى ده مع ده الشكل الرسمي. الرسمي اتحدث عن الشكل الشعبي. الشكل الشعبي يرفض هذا الموضوع ويرفض من يطالب به ومن يلجأ اليه. رفض قاطع. وأنا بقول لحضرتك قولا واحدا، إذا ظهر وتأكد وزاد هذا الـ 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 الاستقواء سيقابل برفض شديد، لأن احنا حريصين على مصر. أيوة. وحريصين إن احنا ما نتهدمش تاني أو يحصل محاولة هدم، حريصين إن احنا الإنجازات اللي تمت في التسع سنين وإن احنا عدينا مرحلة عنق الزجاجة لولا الأزمة الكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كنا زماننا في معدلات نمو اكتر واحسن وكنا تحسننا فعلا لغايه 2020. وارجع واقول اتقال الكلام ده في حكايه وطن. بس كل اللي حضرتك بتقوله ومع ذلك في محاولات واضحه للجميع لفكره العوده لعدم الاستقرار. واضح. اعتقد ان حضرتك واضح. وانا شخصيا مختلف تماما مع حتى ما تم من مؤتمر الصحفي اللي عملته الحركه المدنيه والكلام ده. لا يعني انت ما في ناس دخلت. طب هو فريد زهران وانا بقول اسامي بدون القاب يعني شايف انه كان تهديد مش جاب واضح توكيلات؟ هذا المؤتمر مش جاب كان تهديد واضح جاب تهديد اعتقد 30 لو انا 30 فكرة. 30 من داخل البرلمان من داخل مجلس النواب نعم وحازم عمر عنده حزبه ليه تواجد في البرلمان نعم وعندنا 44 اعتقد هجاب تقريبا 44 أيه. وهيجيب وعنده توكيلات أيه. محمول أيه. الدكتور عبد السند يمامه نعم برضه جاب توكيلات من النواب تأييدات من النواب أيه. من اعضاء مجلس النواب طيب واعتقد المرشحه جميله اسماعيل ده انا على حد علمي ده سمح لها ودخلت البرلمان واعتقد انها حصلت على برضه بعض انا برضه اخر حاجه قريتها عن جميله اسماعيل انه ده حصل لكن ما عرفتش الرقم مش متاكد من الرقم بس انا سمعت انها جابت 20 من نائبات وسمح لها بزياره البرلمان مجلس النواب ودخلت جوه وقعدت مع الناس لماذا هذا التوقيت؟ ما حدش اعلن هذا الكلام ولازم نسلط عليه الدور ولازم يعلن اللي هو ايه؟ ان هذا الكلام هم دولت مرشحين هم دولت نعم مرشحين تبع نعم دولت نعم حركه مدنيه نعم ولهم ويساري وناصري وغيره وغيره ووفدي وغيره يعني دولت مش تنوع؟ ايوه يعني انا عايز افهم اشمعنى نسلط على مؤتمر وعلى قصه على مرشح واحد انه بيضطهد وانه بيجري وبيمنع من التوكيلات وبانه بيضطهد ايه؟ ما هو في فيديوهات بس انا يعني مش عايز ادخل في المساله دي. الفيديوهات واضحه في بعض الدول العربيه معروف كان بيتم الدفع بكم من الاموال لبعض المرشحين لجمع التوكيلات. ما علينا. انا حزين في حاجه واحده اللي هي احنا طالبنا كلنا حركه مدنيه وقوى سياسيه واحزاب ومستقلين وغيره أيه. بالاشراف القضائي الكامل أيه. هم اجي النهارده اشكك في اعلى هيئه قضائيه موجوده الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي بيمثلها 10 قضاء اجلاء أيه. والانتخابات تتم تحت الاشراف القضائي الكامل كل قاضي لكل صندوق نعم. اشكك في القضاء المصري؟ طيب ليه في هذا التوقيت حتزداد تقييمك وتقديرك ليه في هذا التوقيت بتزداد الإشاعات وبتزداد فكرة الاستقواء
بالخارج. وفكرة الفكرة عند لدى البعض عودة عدم الاستقرار، عودة الفوضى. ليه؟ يعني أنا سبت الريس برضو في المؤتمر حكايته قال هتسمعه كتير جدا في الفترة اللي جاية، هتسمعه الكلام ده كتير وبالفعل جدا. لأن هو شاف الأحداث في 2011 وإحنا شفناها، أنا كنت برضو موجود جوه الأحداث دي وشفتها وعشتها. الخارج يريد تقويض نجاحات مصر ويريد تقويضها. مصر مؤثرة، مصر مؤثرة جدا. صمام الأمان مهما كانت بتشاهد أو بتشهد لحظات قوة أو لحظات ضعف، إحنا لا نهزم، ما تهزمناش على مدار التاريخ. مصر ما تهزمت، لكن ممكن يحصل حالة حتى ما حدث في 67 ما تهزمناش. إحنا بعدها معركة، حتى في ظل معركة رأس العش بعد الحرب، إحنا حتى يعني في ظل الأزمة الاقتصادية والغلاء، نتكلم بشكل واقعي، هنعدي، هنعدي منها. ليه؟ ما هو أصل هذه الأزمة موجودة على مستوى العالم كله. انا ده امريكا كانت هتقفل، الحكومه كانت هتقفل، ايوه صحيح، ما كانوش هيعتمدوا ايا كان الخلافات السياسيه. أيوه. لكن هو معروف ان ومع ذلك غلبوا برضو مصلحتهم وعدوا الموضوع وجوه حزب الحزب الجمهوري نعم. يعني في معارضه دلوقتي اللي هيحصل غلق للحكومه فالنهارده عدوا الموضوع عشان البلد تمشي. أيوه. لكن احنا اللي في 2011 ما حدث، طب ما هو الشباب اللي كان موجود كان نازل ما فيش في ايده سلاح ولا في حاجه، والشرطه كانت واقفه قدامه بدون سلاح بتحاول انها تنظم الموضوع وتظبطه. اللي حصل في 28 ما هركبوا على الموضوع، هدموا الدوله. ايوه هدموا الدوله، خسرونا قد ايه؟ احنا خسرنا قد ايه؟ وزير الماليه وقف، والدكتوره هاله السعيد، الدكتور محمد معيط، والدكتوره قالوا خسائرنا وضعنا ايه كان في 2010 وصلنا ايه اللي خسائرنا كدوله، هي خسائرنا كشعب، احنا خسرنا نفسنا كمان، احنا كشعب كمان كتير. ما احنا بندفع فاتوره هذه الخساره طبعا كشعب. لما يجي السيد الرئيس يضحي وفي 2020 ويرفض الاغلاق الكامل عشان ازمه الكورونا ويضخ حزمه من 200 مليار ونخسر حوالي 400 مليار يعني حوالي 600 مليار جنيه تخسرهم ميزانيه الدوله عشان يحافظ على الناس بتشتغل، ناس بتاكل لقمه عيشها، في انتاج، في شغل ماشي، في ما حدش يقعد في بيته. احنا 120 مليون يعني داخلين على ال 120 مليون خلاص. فالناس دي لو تخيلي لو واحد روح بيته مش لاقي، ما فيش حد بيروح بيته مش احنا لو هنتكلم في ال 105 دكتور رضا او في ال 110 خلاص احنا بعد احنا لا احنا بنتكلم في ظل يعني دايما انا انظر للمساله هكذا، في ظل ما يحدث في الاقليم ده احنا عندنا ضيوف من كل الدول، مين هيستوعب لو حصلت 9 مليون لو حصلت فوضى لا قدر الله وعدم استقرار؟ اخوه مين دوله؟ اخوه لاجئين، مين دوله هتستحمل 100 مليون مستضيفينهم عايشين في وسطنا؟ هتروح مين يستحمل هذا الموضوع؟ وتيجي تقول لي انا في الاخر عندي حقوق انسان. طب ادي حقوق لانسان، انت ادي حقوق انسان للاجئين اللي عندك اللي حاططهم في مخيمات. ايوه ده احنا عندنا عايشين معانا في نفس العماره وفي نفس البيت وفي نفس الاخوه يمنيين واخوه سوريين واخوه عراقيين. مهم ان احنا من وقت للتاني نقول للناس الكلام ده، دعمنا حتى للقضيه الفلسطينيه، دعمنا للاخوه الفلسطينيين، كل ده احنا قدمنا شعوب. كتير قدمنا للشعوب، شاركنا في تحرير الدول العربيه كلها والاستعمار والدول الافريقيه. النهارده بنمد ايدينا لافريقيا وبنطالب بحقوق افريقيا، ما حدث في مؤتمر المناخ واننا هنعمل صندوق دعم التضرر من المناخ واول مره ينشا في مصر هنا في الكوب 27. كل ده حاجات بتتعمل يجب علينا ان احنا نركز عليها الضوء في الفتره الجايه. يجب علينا ان احنا نوعي الناخبين، نقول لهم انزلوا شاركوا تواجدوا طبعا. الحاجة الأخيرة المليون ومية وتلاتين ألف تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي. شوفي نسبة الشباب ونسبة المرأة. اتسألت سؤال امبارح حد بيقول لي انت شايف موضوع الرموز الانتخابية؟ قلت له الرموز الانتخابية اللي بتتكلم عليها الحجم، شوف التأييد الشباب اللي نازل ده، والشباب ده أمي. أيوه الشباب ده متعلم.
محتاجين المرأة كل ده متعلمة. يبقى في اللجان يا دكتور. لازم نقول بقى للناس الكلام ده ونوعي الناس. المعركة الانتخابية محتاجين ان احنا كل ده يكون موجود في اللجان للحفاظ على هذا طبعاً البلد. كلنا في ظل بندعم الدولة الظروف. والله بندعم بالزبط. الدولة اولا بالزبط. طبعا ثم طبعاً يعني ما الانجازات اللي فاتت دي شاهدة 9 سنين من 2014 لغاية النهاردة. أيه. شاهدة على انجاز تم. رؤية موجودة جاهزة بتصور هيعلن برضو كيف سنكمل المرحلة القادمة ونعبر بالأزمة الموجودة حاليا قريبا والناس تقيم بعد كده صحيح. وتنزل تختار في 5 مرشحين أو 6 مرشحين قدامك ينزل اختار بس. صحيح. انت عايز تختار مين بس حكم رأيك الأول. أي. حكم ضميرك. أي. حكم صوتك اللي رايح ده فكر فيه وانت رايح في السكة كده. انا رايح انتخب لماذا انتخب الرئيس. ماذا تريد من الرئيس لا القرار؟ ومين ده يعني أنا لازم أختم ولازم أشكر دكتور ريدة فرحات بس كمان في ظل السياق اللي حضرتك بتقوله ما تيجي تنتخب حد لازم تبقى عارفه لازم تبقى عارف مين وراه لازم تبقى عارف مين دعمه لازم تبقى عارف أصله وفصله زي ما بنقول كده يعني مش لمجرد شوية عناوين أو شوية بيانات تحكم عليه مين مش أنت بتختار رئيس جمهورية ينفع تختار رئيس جمهورية من غير ما تعرف هو مين ومين اللي وراه ومين اللي دعمه وظهر امتى ويعني اسئلة بسيطة جدا جدا لازم الواحد يسأل لنفسه بقول ملاش نكرر اختيار العشيرة ايوه اختار البلد اختار الدولة ايوه اختار المؤسسات اختار الوطن اختار الدولة اولا شكرك دكتور ريدة بشكرك فندم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم اشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزة مصطفى والى اللقاء.